السلام عليكم. من أين أثقب قلبي كي أرى حلبة؟ فلا أرى وجعا فيها ولا تعبا ولا تعب. أنا المدينة والسكان فابتهجي يا حرب وانتعلي يا جثة العربة. بهذه الكلمات لخص الشاعر الشاب عامر السعيد الجرح الدامي في حلب، وهي تقاوم الأرواح الشريرة بمشروع حرية ذاتية محاصر من الجهات الأربع. أطراف دولية وإقليمية اجتمعت على حلب، نبع الألم ونبع الحرية ونبع المأساة السورية، مأساة الشرق في مطلع الألفية الثالثة. ومثل كل المدن العربية كانت حلب تسير قدما نحو الثورة، نحو الخلاص من كاتم أنفاسها المستخف بأصالتها وتاريخها العريق. لكنها مدينة لها ملامحها الخاصة إذا ما تعلق الأمر بشخصية الزمان والمكان. بحسب ياسين الحاج صالح، حلب مدينة كبيرة لكن مثل سوريا كلها، بلا رأي، بلا سياسة، بلا مجال عام، ضحية نظام الأسدي وشبكاته الفاشية الإقليمية والدولية، من طهران إلى موسكو إلى أروقة مجلس الأمن الذي يصرف بيانات لا تهدئ فزع طفل يركض في الأزقة هربا من البراميل المتفجرة. وهنا نتساءل، ماذا ينتظر العرب بعد معركة حلب التي كشفت بشكل جلي التغول الإيراني، وآخرها تصريح مسؤول إيراني يتوعد البحرين واليمن بعدها؟ ماذا عن بقية الأذرع الإيرانية في المنطقة والمصير العربي في اللحظة الراهنة؟ التحالف العربي كتجربة، هل بالإمكان تطويرها لإنقاذ المصير العربي من التهديد الوجودي من بغداد إلى حلب إلى اليمن؟ حول هذه التناولات والتساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. أرحب بداية بضيفي في الاستوديو، رئيس قسم الإعلام باتحاد منظمات المجتمع المدني السوري الأستاذ رشدي مفتي. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. كما أرحب ببقية الضيوف الذين سينضمون لنا عبر الهاتف. إذا ما بدأنا أستاذ رشدي، ما الذي يحدث في حلب في هذه الأيام؟ الذي يحدث في حلب بعد الإعلان يوم الأمس عن وصول اتفاق روسي مع بعض الأطراف الأخرى لوقف القصف والخروج المدنيين، نلاحظ أنه لم يتوقف القصف إلى الآن، وهناك بعض التسريبات التي تخرج وتقول أن القصف الروسي هو توقف ولكن القصف الإيراني هو الذي لم يتوقف إلى الآن، وذلك بسبب وجود خلاف روسي إيراني معين لعدم تكامل المصالح بين الإيرانيين والروس أو تقاسمها بشكل صحيح بين بعضهم البعض. وإيران هي تضع على الطاولة أيضا مقابل وقوف القصف هو الإفراج عن أماكن أخرى أو تخفيف القصف من قبل الثوار أو فك الحصار عن أماكن أخرى موجودة عند أمام الثوار. يعني هم يحاولون الآن القيام بصفقات أخيرة في إطار يعني الأوراق التي لديهم، وهم يحاصرون بقية الأحياء بداخل حلب، يريدون تخفيف الحصار عن مناطق أخرى تتبع لهم في مناطق أخرى. نعم بالضبط، بهذه الطريقة. طيب هذا الاتفاق الذي كان تحدث عنه وكان في الأمس، كان ما بين من ومن؟ من الذي قام بهذا الاتفاق الآن؟ الاتفاق يعني مبدئيا الأخبار التي أتت إلينا أو خرجت إلينا أو وردت إلينا هي كانت ضغوط تركية، اتفاق تركي روسي بعيد عن الرؤية الأمريكية. تم هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق لم يأتي من فراغ. الاتفاق الضغط التركي الذي تم على روسيا أو غيره وأتى من خلال يعني الشارع الذي تحرك وفي دول مختلفة أمام السفارات الروسية وغيرها. طيب دعنا نتابع وإياك أستاذ رشدي والسادة المشاهدين هذا التقرير حول ما يحدث في حلب بشكل عام. أبرز محطات معركة حلب منذ بداية الثورة السورية وحتى سيطرة النظام وحلفائه. في 2011 مسيرات سلمية تطالب بالإصلاح. في مارس خرجت مظاهرات حاشدة في دمشق تطالب بالإصلاح السياسي والحقوق المدنية وإطلاق سراح السجناء السياسيين. مطلع 2012 المعارضة تسيطر على أجزاء من حلب وتحاصر قاعدة مينغ الجوية. في يوليو المعارضة تفرض سيطرتها على الأحياء الشرقية في حلب. في أغسطس قوات النظام تشن هجوما بالأسلحة الثقيلة والطيران وتتمكن من استعادة أجزاء في المدينة القديمة. في نوفمبر احتراق قسم كبير من الجامع الأموي والدمار يطال مواقع أثرية. في 2013 قطعت المعارضة الطريق السريع بين حلب ودمشق، ما أجبر قوات النظام على استخدام طريق بديل أطول للوصول إليها من العاصمة.
تعرض القطاع الغربي الذي سيطر عليه النظام من المدينة لحصار كامل تقريبا. في يناير تفجيران في جامعة حلب يسفران عن سقوط 82 قتيلا وأكثر من 160 جريحا. في ديسمبر مقتل أكثر من 600 شخص جراء إسقاط طائرات النظام للبراميل المتفجرة عشوائيا. في 2014 شهدت حلب معارك طاحنة واستخدمت الطائرات المقاتلة والمروحيات في القصف العشوائي ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى. في يوليو البراميل المتفجرة تسفر عن مقتل 1700 شخص بحسب هيومن رايتس ووتش. في 2015 مكاسب كبيرة للمعارضة وتدخل روسيا. حقق مقاتلو المعارضة سلسلة مكاسب وضعت الحكومة تحت ضغط في حلب شمال غرب سوريا. في أكتوبر 2015 شنت روسيا أول ضربة جوية لها ممهدة الطريق أمام مسار طويل من التدخل الروسي المباشر إلى جانب النظام في تصفية السوريين. 2016 حصار وقصف شرق حلب. في مارس الطيران الحربي السوري يقصف أحياء تحت سيطرة المعارضة وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. في 22 من إبريل قصف طائرات النظام للأحياء الشرقية للمدينة وقطع الطريق المباشر من تركيا إلى شرق حلب واستعادة قاعدة مينغا الجوية. في 27 من يوليو القوات الحكومية تطوق بالكامل شرق حلب لأول مرة بمساعدة القوة الجوية الروسية ومقاتلين شيعة من العراق ولبنان. استعاد النظام الراموسة في 8 من سبتمبر ليحكم الحصار على شرق حلب. في 22 من سبتمبر شنت أعنف ضربات جوية منذ شهور على شرق حلب وأعلن النظام هجوما جديدا لاستعادة المدينة. في بداية ديسمبر سيطرت قوات النظام على حي الشعار وأغلب مناطق المدينة القديمة ما جعل مقاتلي المعارضة محاصرين في قطاع صغير. في 12 من ديسمبر تقدم جيش النظام وحلفائه بعد أن سيطر على حي الشيخ سعيد تحت قصف جوي مكثف. في 13 من ديسمبر اتفاق هدنة مع النظام على وقف إطلاق النار وإخلاء الأحياء المحاصرة شرق حلب من المدنيين والمسلحين، بينما أعلنت روسيا أن الاتفاق لا يشترط خروج المدنيين. تتهم قوات النظام وحلفاؤها من التنظيمات الشيعية وروسيا بارتكاب عمليات إعدام جماعي في الأحياء التي سيطرت عليها. جدد ترحب بكم مشاهدينا الكرام وبك أستاذ رشدي. لا شك أن يعني ما شاهدناه وما تشهده حلب لا يمكن وصفه بأي حال من الأحوال، من حالة مأساة إنسانية تجري. ما الذي أوصل حلب إلى ما وصلت عليه؟ اللحظات الأخيرة، الأشهر الأخيرة كيف كانت على الأهالي هناك؟ ما الذي حدث بالضبط بحكم يعني معلوماتك الواردة من هناك؟ وضع حلب أخي الكريم وضع مأساوي جدا. 100,000 من الآن من السكان يقطنون 6 أحياء، مساحة ضيقة جدا. هذه المساحة لا يوجد فيها الكهرباء. في العمارة الواحدة تقريبا يسكن أكثر من 500 شخص في العمارة الواحدة. الأفران لا يوجد أفران في المدينة كلها بالأحياء المتبقية. المواد البترولية والمواد المحترقة لا يوجد نهائيا. الحياة منعدمة تماما. مشفى واحد لمئة ألف شخص متواجد هناك، والقصف يوميا يطال لكثير من الأماكن ومئات الجرحى يوميا، ولا يوجد إلا مستشفى واحد وهذا المستشفى يتعرض للقصف بشكل مستمر. الوضع مأساوي جدا، ومع هذا كله هناك الناس مستمرين وصامدين ولم يستسلموا إلى الآن، هم زالوا في خط تماس يقاتلون. الذي يسيطر على الوضع أكثر، الذي يسيطر على الوضع الأكثر والوضع المأساوي الجوي الذي هو يسيطر على الأرض تماما، الذي يوقف تقدم الثوار أو يجعل الثوار ينسحبون من أماكنهم ويتقدم النظام. طيب قبل فترة كان هناك نوع من التقدم لقوات المعارضة في بعض الأماكن، قبل فترة ربما بالأشهر يعني أتحدث. الآن حدث هذا التراجع وهذا الحصار لبعض المناطق، يعني ما هي الأسباب الرئيسية التي يعود لها ذلك؟ هل هناك نوع من الخذلان الإقليمي والدولي للمعارضة في حلب أم ماذا؟ أولا هي كمعادلة هي معادلة غير متكافئة نهائيا.
ربما تحصل هناك بعض التقدمات من المعارضة، ولكن لا تستطيع أن تصطمد كثيرا. السلاح أنت القوة المعارضة هي أو الثوار يواجهون قوة من أكبر قوى العالمية، هذا أولا. ثانيا أنا أقول أن هناك أطراف دولية أو قد تكون عربية تدخلت في الأمر، وهي تحرك بعض الأدوات التي تحت يدها. هي تقول لفلان أقف، توقف أنت وأقف من وراءك، ولفلان توقف، ولفلان لا تتحرك. يعني هناك ليس قضية فقط من يسيطرون، ليست قضية من يقصفون ومن يتقدمون، ولكن هناك أيضا بعض الألاعيب التي تحدث وكذا في الخلف. طيب دعنا نتعرف أكثر على الوضع الإنساني في حلب والمناطق بداخل السوري بشكل أكبر. ينضم لنا السيد حمزة العبدالله المدير التنفيذي للهيئة العالمية للإغاثة والتنمية أنصر. مساء الخير سيد حمزة. مساء نور، يا حياكم الله. أهلا بكم أستاذ حمزة. حدثنا أكثر عن الوضع الإنساني في حلب، ما الذي يحدث هناك الآن في هذه الساعات الصعبة على السكان والمدنيين؟ ما يحدث في حلب هو يعني يمكن وصفه بمجزرة مفتوحة وجريمة ضد الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة معنى. ما يحدث هو مجزرة بحق ما تبقى من مدنيين في الأحياء المحاصرة شرق حلب، وهم ما يقارب 80,000 مدني. طبعا الصورة بحلب ليست الصورة الحالية، ما تبقى هو من تبقى من المدنيين، ولكن الصورة للوضع، صورة الوضع الإنساني بحلب هي تمتد لشهور، قرابة 3 شهور من الحصار المطبق على مدينة حلب، أدى لخروج كافة المشافي عن المدينة، كافة المشافي في المدينة عن العمل. المرافق الحيوية بمجمل بالمدينة دمرت، بما فيها المخابز ومحطات تحليات المياه وغيرها من المرافق الحيوية. القصف مستمر، الدمار في الأحياء الشرقية يقارب 80%. ليس هناك أي مقومات حياة ضمن المناطق المحاصرة. علاوة على ذلك الهجمة الشرسة التي اشتدت خلال 3 أسابيع الماضية التي خلفت مئات الضحايا وأخرجت حتى فرق الدفاع المدني عن الخدمة، فباتت مدينة بعداد المدن الميتة، المدن المدمرة التي لا توجد فيها حياة. طيب بالطبعة الـ 24 ساعة الأخيرة كانت الأشد وطأة على أهل حلب، خصوصا بكثافة القصف وتعلقهم بالأمل الأخير لخروجهم من هذه المقبرة الكبيرة التي يعيشون فيها. وبالرغم من ذلك لا يزال المجتمع الدولي ولا تزال المنظمات الأممية تخذلهم مرة تلو الأخرى، وآخرها الاتفاق الهش الذي لم يتم والذي خرق مرة أخرى، وعاد القصف مرة أخرى ليطال المدنيين وليطال الأحياء المحاصرة بمدينة حلب. طيب بالحديث عن المنظمات الدولية وكذلك الأمم المتحدة، كان هناك حديث لبان كي مون في كلمة أخيرة بالأمس بخصوص حلب، تحدث على أن هناك جهود إغاثية وصلت إلى هناك، هل ما يتحدث عنه بان كي مون صحيح؟ ما هو الدور الأممي في هذا المجال، خاصة أن حلب يعني في جزء كبير من أحيائها كان محاصر بشكل يعني مستمر لفترة زمنية طويلة؟ بحقيقة الأمر ليس هناك وصول لأي مساعدات إغاثية سواء من طرف أممي أو من أطراف أخرى. آخر مساعدات وصلت للأحياء المحاصرة في مدينة حلب كانت بشهر يوليو تموز الماضي، وكانت مساعدات طفيفة. اليوم لا يوجد هناك مواد غذائية بحلب، المواد الغذائية الأساسية شبه معدومة، بما في ذلك حليب الأطفال والطحين وغيرها من المواد الأساسية. الجهود الأممية بالرغم من وجود 5 قرارات صريحة من مجلس الأمن ووافقت عليها، بما في ذلك روسيا تنص على إدخال المساعدات للمناطق المحاصرة وصعبة الوصول وفك الحصار عن المناطق المحاصرة ووقف استهداف المدنيين ووقف استهداف المنشآت الطبية والحيوية وإمكانية إدخال المساعدات
بدون العودة لأطراف النزاع بصلاحيات أممية تامة، ومع ذلك لم تفعل هذه القرارات، وبقي مجلس الأمن عاجز، وبقيت الوكالات الأممية عاجزة عن تقديم أي مساعدة لحماية المدنيين وإنقاذ حياتهم، ولا تزال بذات العجز الذي نشاهده فيها اليوم. طيب الآن حالة الحصار هذه قد تتسبب بحالة نزوح كبيرة وواسعة للسكان، إلى أين سيذهبون في حال تم ذلك؟ في الحقيقة لابد من الإشارة هنا أن مسلسل التهجير القسري في المناطق السورية هو ليس جديدا في حلب، تم في أرياف دمشق التهجير القسري للمدنيين، وهذا من الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي. لا يجوز إخراج وإجبار مدني على ترك منزله ومنطقته تحت ضغط السلاح وتحت ضغط وابل النيران. السيناريو المطروح أن يخرج المدنيين المحاصرين باتجاه الأرياف الغربية والشمالية لإدلب لحلب وإلى محافظة إدلب، ولكن لا تزال الصورة غامضة، لا توجد هناك أي مؤشرات. بالأمس كان هناك تجهيز بمنتصف الليل لأول إجلاء، وتم استهداف الباصات التي كانت ستقل المدنيين، وتم إفشال عملية إجلاء المدنيين. لذلك لا يوجد هناك حتى هذه اللحظة أي أفق واضح باتجاه إجلاء المدنيين العارقين في مدينة حلب. سيد حمزة العبدالله المدير التنفيذي للهيئة العالمية للإغاثة والتنمية أنصر، كنت معنا عبر الهاتف من غازي عنتاب في تركيا، شكرا جزيلا لك. إذن هي حالة مأساوية أستاذ رشدي، ما يجري في حلب ربما لم تشهده الكثير من البلدان والمدن، هذا الأمر له تكلفة إنسانية كبيرة وواسعة، برأيك من سيكون قادرا على تحمل هذه التكلفة؟ إلى أين سيذهب المدنيون في حال تم هناك حالات نزوح وما شابه؟ بداية عندما دخل الروس إلى سوريا كانوا يقولون أنهم يقصفون داعش ويقصفون الجماعات المتشددة. هل هناك داعش في حلب؟ هم يقولون هكذا، أنهم يقصفون داعش ويقصفون الجماعات المتشددة ويقصفون الإرهاب. نحن اليوم أدركنا تماما من هو رأس الإرهاب الحقيقي، أدركنا من يقوم بالإرهاب، أدركنا من يقوم بالقصف والتدمير بشكل ممنهج. هم لو أرادوا دخول هذه الأماكن أو أرادوا دخول هذه المناطق هم يستطيعوا أن يدخلوها بتكلفة أقل من هذه من المدنيين، ولكن هم ليس الهدف فقط أنه دخول هذه الأماكن، ولكن الهدف هو قتل أكبر كمية أو عدد من الناس. الهدف هو أنه كيف يستطيعون أن يبيدون هؤلاء الناس، كيف يستطيعون أن يعملوا تغيير ديموغرافي في هذه الأماكن للسنة. هذه الرسالة هي واضحة. التكلفة ضخمة جدا، من الذي سيستطيع أن يدفع هذه التكلفة؟ وأين ستذهب هذه الأعداد الضخمة؟ يعني الاستقراءات تقول الآن ليس أمامهم الأغلب إلا إدلب، ولكن هل إدلب مكان مؤهل لأن يستقبل هذه الأعداد؟ هل هناك خوف أيضا من يعني وصول المعركة إلى منطقة إدلب في نهاية المطاف؟ هي النقطة الآن، سقوط حلب هي ليست نهاية الثورة، ولكن هل سينتهي الأمر عند حلب؟ ولن ينتهي الأمر عند حلب، سيتجاوز حلب وسيتجاوز الأمر حتى سوريا. الأمر سيتجاوز حتى سوريا، سينتقل من دولة إلى أخرى. المشروع هو أكبر من مشروع نظام ومعارضة، المشروع هو أكبر من حرب على إرهاب، المشروع هو أوسع بكثير، هو مشروع إقليمي يتم تنفيذه تحت غطاء دولي، يتم تنفيذه صمت دولي. إلى الآن هناك خجل، هناك تسويف حقيقي، أمام لم يستطيع أحد أن يقف أمام الرؤية الأمريكية يقول توقفوا أو يتحدث أو يعارض الرؤية الأمريكية على الأقل لما يحدث في حلب نهائياً. طيب بالأمس يعني كان هناك اجتماعات طارئة لمجلس الأمن، هناك حديث ورمي اتهامات متبادل للقوى الدولية، بان كي مون يتحدث عن، وكذلك الأمم المتحدة تحدثت عن حدوث الكثير من الإعدامات يعني الفورية وبداخل للمدنيين بداخل حلب أثناء دخول قوات النظام ومن معه.
هذا الأمر هل يعني ترونه مرتبا؟ هل الأمر هناك أجندات متفقة حول ما سيجري في حلب؟ هل حسمت معركة حلب بالنسبة للدول الكبرى؟ أقصد هي الخطة كانت بداية كيف نستطيع أن نحول المسار، كيف نستطيع أن نحول المسار أن يتحول الجماهير وتتحول ما تبقى من مدن في الشعب السوري أنه أنقذوا من في حلب، أن يتحول كيف يستطيع أن يسحبوا هذا المكان ويظهر العالم أو تظهر المنظمات الدولية أنها هي المنقذ الحقيقي لهؤلاء وتستطيع أن تفرغ هؤلاء المدنيين إلى أماكن آمنة على حسب قولهم. طيب هي لعبة سياسية تتدرج. الآن هو احنا تكلمنا قبل فترة أنه من الحكمة في بعض الأحيان ومن الحكمة في الحروب أنه الاحتفاظ في المدن بعض الأحيان يعطيك تكلفة باهظة، وبالذات إذا رأيت أن المعركة غير متكافئة حقيقة. طيب ولكن الثوار أصروا أن يصمدوا. الإشكالية أنهم لم يتفقوا. أنا لا ألقي اللوم الآن على الثوار هنا، ولا أريد أن من في الداخل يلقي اللوم على المنظمات الخارجية وفي الخارج، لا أريد كل منا يلقي اللوم على الآخر، لا. العملية هي تكاملية، ولكن حصل هناك خذلان مننا أنفسنا نحن السوريين أول قبل أن نتهم أي أحد في العالم. نحن من الفصائل العسكرية أولا، المعارضين، السياسيين، المنظمات، كلنا تخاذلنا في القضية. طيب هذه المسؤولية الآن كما تحدثت أنت قد تتدرج من حلب إلى مدن وبلدان أخرى بخارج سوريا. دعنا نشرك في حوار مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات السيد باسل حفار. أستاذ باسل بعد التحية أهلا بك. هناك تصريحات إيرانية ربطت حلب بمسارات مختلفة في الوطن العربي، إذن نحن الآن أمام مصير عربي يواجه التمدد الإيراني؟ ألو أستاذ باسل تسمعوني؟ الصوت يتقطع قليلا. نعم أستاذ باسل، كنت أسألك أن هناك تصريحات إيرانية ربطت حلب بمسارات مختلفة في الوطن العربي، إذن الإيرانيون الآن ينتقلون إلى مرحلة أخرى تلي حلب إلى مدن أخرى وبلاد أخرى في الوطن العربي؟ يعني هم لا ينتقلون، هو من الأساس المشروع الإيراني مشروع تمدد واسع في المنطقة، ويعتبر المنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية منطقة نفوذ له، ويحاول يعني التمدد فيها والتواجد في مفاصلها ما استطاع. وبالتالي المسألة ليست مسألة انتقال من منطقة إلى أخرى، وإنما هي في نظر وجهة نظر المشروع الإيراني الذي لطالما تحدث عنه المفكرون والكتاب الإيرانيون وأعضاء البرلمان ومسؤول الحكومة الإيرانية، هي مسألة سيطرة على وامتداد في المنطقة ومحاولة إعادة أمجاد إمبراطورية سابقة. طيب إذا ما يعني ما هي يعني المشاهد التي تؤكد أن الآن حلب ربما تنهي موضوع الملف السوري بشكل بالنسبة لإيران أتحدث بدرجة أساسية وتنتقل إلى منطقة أخرى؟ نحن شاهدنا تصريحات أو تابعنا تصريحات إيرانية تتحدث على أن البحرين واليمن هي النقاط التالية بالنسبة لإيران الآن. يعني البحرين واليمن بالذات هاتان المنطقتان هما بالأصل اشتعلتا أكثر من مرة بفعل التدخل الإيراني، واليمن إلى اليوم تشهد حربا ضروسا، أحد أطرافها الأساسيين طرف مدعوم بشكل أساسي من إيران، وبالتالي نحن لا نتحدث عن انتقال جديد لإيران لهاتان المنطقتان، وإنما ربما تأجيج المزيد من الصراعات في المنطقة في هذه المنطقة في هذه البقعة يعني أو تلك أصح لوصف ما يمكن أن تقوم به إيران. طيب الآن العرب يواجهون هذا المشروع والتمدد الإيراني، كان هناك تحالف عربي لمساند للشرعية في اليمن، حدث هذا التدخل، ثم كان هناك ما يعرف بالتحالف الإسلامي. الآن هذه الخطوات الكثير يحمل عليها أنها لم تفعل شيء، ما الذي يمكن عمله والبناء عليه لمواجهة هذا التمدد الإيراني؟ كيف يمكن ذلك على الناحية الاستراتيجية؟ يعني الجواب على سؤالك نحتاج أن نتحدث عن أعمدة هذا التمدد. هذا التمدد الإيراني يحصل في المنطقة بفعل حركة مجتمعية واسعة تلتبس أو تتغطى بغطاء مذهبي معين، في حين أن المشاريع التي تحاول مواجهة هذا التمدد هي في خلاف وفي صراع مع القوى الحية في المنطقة، ولا زالت تمارس نوع من الانعزال، انعزال الدولة عن شعوبها، و
لا تتبنى مسارات يعني حديثة وواضحة ومفتحة على قواها العربية والسنية والإسلامية لمواجهة هذا التمدد، وبالتالي هي تفشل باستمرار في مواجهة هذا التمدد وترجئ الأمر أو تستند فيه إلى قوى أو أدوات عادية مثل أدوات الحرب أو أدوات التحالف، وهي أدوات مهمة ولكنها بالنهاية أدوات مكملة أمام القوى الشعبية الأساسية التي يجب أن تكون عماد هذا المواجهة في هذا المشروع، والتي هي في خلاف مع للأسف مع القوى وال يعني الأنظمة الحاكمة في المنطقة. طيب ما الذي ينقصهم لأن يكون المشروع مشروعا موحدا؟ هل هناك يعني اختلافات جذرية أساسية تلهي أو لا تضع رؤية واضحة أمام مشروع عربي موحد لمواجهة هذا التمدد الإيراني الذي جرى الحديث عنه منذ فترة ليست بالهينة أساسا؟ يعني أول هذا الأساس هو اقتناع الأطراف فعليا بأن هناك مشروع إيراني يتمدد في المنطقة، ليس في مصلحة المنطقة تواجد هذا المشروع وليس في مصلحة أبناء المنطقة، كل أبناء المنطقة عربهم وعجمهم سنيهم وشيعهم وكل أطراف المنطقة، وبعدها يمكن أن نتحدث عن الرؤية الموحدة التي يمكن أن تجمع الناس في مواجهة هذا المشروع. أما اليوم في ظل الاختلاف حول هذا المشروع ووقوف الآخر بعض جزء من القوى في المنطقة إلى جانب هذا المشروع وانفتاحها عليه مثل بعض الدول أو بعض القوى مثل حماس أو غيرها، في حين أن قوى أخرى تعاني مواجهة حقيقية مع هذا المشروع وعدم الالتفاف أو التوحد حقيقة في الرؤية من هذا المشروع، هو بحد ذاته عائق أمام تبني مشروع حقيقي لمواجهة هذا التمدد. طيب من ناحية يعني شعبية لنتحدث، وأن هناك نوع من الاختلاف كما تفضلت أنت ما بين رؤى وأحلام الشعوب وما بين التطبيق العملي للأنظمة على الواقع، ما الذي يمكن عمله شعبيا وكذلك من خلال يعني قراءة لتاريخ هذه المنطقة وتاريخ الصراعات فيها نحو عمل عربي مشترك، نحو فكرة عربية قد تجمع الناس في نهاية المطاف، يعني وتضع ما يحدث الآن في حلب كنقطة أخيرة مع الماضي المليء يعني الصراعات؟ يعني خلال الفترة الماضية أو خلال السنوات القليلة الماضية من الربيع العربي والثورات العربية ظهر بارزا للعيان وجود مشكلة وعي حقيقي بما يدور في المنطقة وبكيف تدار الأمور في هذه المنطقة وحقيقة الانقسامات ونقاط التلاقي في داخل بين شعوب وقوى هذه المنطقة. ربما يكون من المهم لدى القوى الشعبية أن تضع في أولوياتها خلال الفترة المقبلة نقل هذا الوعي وتوسيع دائرته وبلورته بشكل صحيح ونقله للأجيال بحيث يشكل حالة من الثقافة العامة التي تترسخ في أذهان أجيالنا بحيث تتحول إلى مقاومة حقيقية متأصلة في نفوس وشعوب هذه المنطقة ضد أي مشروع يحاول الهيمنة عليها أو سلبها إرادتها أو تطويعها لمشاريع وأجندات خارجية لا تخدم مصالحها ولا تخدم تطلعاتها. مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات سيد باسل حفار، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، قبل العودة إلى ضيفي هنا في الاستوديو، نتابع هذه المادة حول الموقف الأممي المعلن مما يحدث الآن في حلب. مجلس الأعلى حقوق الإنسان قد حصلوا على معلومات مفادها أن النساء والأطفال في أحياء كاملة قد تم تجميعهم وإعدامهم، وقد تغيرت المواقف وبالتالي فإن المدنيين باتوا الآن يواجهون وضعا خطيرا وهم باتوا يفرون بدون أي ممتلكات تقريبا، والعديد من الأسر قد فقدت اتصالها مع أعضاء أسرها وذلك داخل وفي شرق حلب، وذلك بعد أن نزحوا أو بعد أن تم حرق الهواتف وذلك خوفا من أي عواقب قد يشعرون بها، والعديد من الشباب قد تم تجميعهم واحتجازهم وأرسلوا إلى السلطات، والمئات من الآلاف قد فروا من شرق حلب، ولكن على الأرجح أن العديد من الآلاف من المدنيين قد نزحوا أيضا.
إذا تابعنا مشاهدينا الكرام هذه يعني التصريحات لبان كي مون كانت بالأمس، تحدث بشكل موجز عن هذه النقاط وعن الوضع الإنساني هناك، لكن الكثير ممن يطرح أن الرؤية الأممية تتصادم مع الأفعال الأممية في نهاية المطاف، هناك تصريحات وهناك أفعال على الأرض لا توحي بصحة أو الاعتقاد والفكرة الأممية في ما يجري أو حول ما يجري في حلب. أستاذ رشدي، هل يخادع تخادع الأمم المتحدة فيما يخص الشأن السوري بشكل يعني واضح كما يقول الكثيرين، أم أن هناك فعلا خطوات على الأرض وهناك إدانات قد ترتقي في نهاية المطاف إلى الأفعال باتجاه النظام؟ ليس هو خداع، بل هو كذب، بل هو فساد. فعلا أثبت كثير من الفساد لدى الأمم المتحدة بالذات في القضية السورية، هناك فساد في داخل الأمم المتحدة، في داخل سوريا، ما مظهر في مكتب الفساد. بداية هناك موظفين داخل مكتب الأمم المتحدة من أقرباء بشار في الدرجة الأولى، كثير من المساعدات التي المفروض أنها تتوجه إلى أماكن النزوح والأماكن المتضررة هي تتوجه إلى أماكن النظام، وهذه الأمور موثقة وباعترافات أو بدراسات دولية. أيضا هناك الكثير من الأدوية التي ترسلها الأمم المتحدة وغيرها هي أصلا بالأدوية وأمور منتهية لا تصلح للاستهلاك الإنساني. هم يكذبون، هم يخادعون من أول ما بدأت الثورة السورية، لم يكن لهم موقف واضح، لم يكن لهم موقف جاد، كله كذب ولف ودوران، لم نلحظ منهم شيء على أرض الواقع. طيب الآن هناك كانت تصريحات لديمستورا حول الوضع الإنساني، حذر أيضا من شيء مشابه قد يحدث في إدلب. هذا التصريح تحدث عنه كثيرون أنه نوع من الضوء الأخضر لدخول قوات النظام وقوات الروسية وإيران، أيضا قوات الإيرانية إلى داخل محافظة إدلب التي هي ربما أحد مناطق تواجد القوات المعارضة بشكل واسع. هل تتفق مع هذه الرؤية؟ الصورة واضحة جدا، وأنا قلت لك في أول اللقاء هي ليست الآن الإشكالية أن حلب ستسقط، لن تسقط الثورة فيها، ولكن ما هو بعد حلب؟ ما هو بعد حلب؟ أنا أؤكد أن هناك تقسيم مطروح على الطاولة، سوريا مقسمة، هم يطبقون التقسيم هذا، وإدلب في الأغلب هي ليست ضمن التقسيم هذا، التقسيم ستكون إدلب مع النظام على الأغلب، وهم الآن بعد حلب سيتوجهون إلى إدلب، وسيتكرر نفس النموذج الذي كرر في حلب سيتكرر في إدلب، وستتحول عملية التهجير القسري إلى أماكن أخرى. هم هذا السيناريو كرروه في أماكن متتالية حتى يطبقوا ما في رؤوسهم وحتى يطبقوا المشروع الذي يجري تحت الطاولة. طيب يعني تحدث الأستاذ باسل حفار على أن التصريحات الإيرانية بخصوص سقوط حلب وأن ما يعني سيليها من يعني معركة في البحرين أو اليمن وما شابه هي ليست تصريحات جديدة، الأمر كان واردا منذ فترة. الآن المعركة العربية التي يجب أن تحضر أو بمواجهة هذا التمدد الإيراني الواسع في اليمن، كانت هناك الكثير من المؤشرات والدلائل على ضلوع إيران بمساندة الحوثيين في الكثير من النقاط. هذا الأمر هل سيواجه برأيك على المستوى العربي بما يليق به أو بمشروع قوي مشابه للمشروع والرؤية الاستراتيجية التي تقوم عليها إيران في مشروعها التوسعي في المنطقة؟ لا يوجد مشروع عربي سني يواجه المشروع الإيراني، ولكن نحن نأمل، وأنا من هذا المنبر هنا أخاطب الملك سلمان أمير الإنسانية هناك، أن أول خطوة يتم عملها هي إنهاء الملف اليمني. إنهاء الملف اليمني، يجب على القضية اليمنية أن تحسم، لأن جعل القضية اليمنية مفتوحة بهذه الطريقة سيجعل للتمدد الإيراني مشروعا وسيجعل له جنودا في الجزيرة العربية بأماكن الجزيرة طيب العربية. كيف سيؤثر حسم الملف في اليمن على المعركة بشكل عام ما بين إيران وكذلك الدول العربية في مناطق أخرى؟ يعني هل هو نوع من الدعم المعنوي أم أن التشتت المشاريع في يعني بداخل جبهة إيران وروسيا وبقية القوى المنضمة لها سيؤثر في نهاية المطاف على قدرتها على المواصلة في تلك المعارك؟ هو لا يوجد تشتت المشاريع، لأنه حقيقة لا يوجد مقاومة حقيقية عشان أجل تشتت المشاريع. هو يمشي في مشاريع متعددة، المشروع الإيراني يمشي في مشاريع متعددة وكلها تمشي، ما زالت المشروع اليمني هو الوحيد اللي ما زال في مقاومة من دول عربية، ولكن مثلا المشروع ما يحدث في سوريا هناك سكوت عربي واضح،
وهناك يعني مثل إرساليات تقول معينة أن توقفوا عند هذه النقاط، لا تدخلوا في هذا، سيكون هذا وسيحدث هذا. طيب الآن التصريحات الإيرانية مثل ما قلنا تكررت. دعنا نشك في الحوار دكتور محمد جميح المحلل السياسي اليمني. دكتور محمد، هذه التصريحات الإيرانية المتكررة تتحدث عن، كانت تتحدث سابقا عن سقوط صنعاء وهي عاصمة رابعة في أيدي إيران وأذرعها في المنطقة، اليوم هناك تصريحات جديدة بخصوص أن المعركة القادمة ستكون في البحرين واليمن. إلى أين ستستمر هذه التصريحات الإيرانية، وهل تعكس وجه يعني طبيعة حقيقية على الأرض، أم أنها مجرد حديث يعني يقال في وسائل الإعلام؟ أنا أعتقد أن الإيرانيين يستفيدون من الأوضاع إعلاميا وسياسيا. لم يحسم الإيرانيون المعركة في حلب، الذي حسمها الطيران الروسي بكل وضوح، العالم كله يقول ذلك، بوتين هو الذي دخل حلب وهو الذي غطى أجواء حلب. الإيرانيون وميليشياتهم دخلوا حلب إنجاز التعبير فاتحين تحت غطاء جوي روسي بامتياز، لكنهم يريدون أن يستغلوا ويستثمروا بالطبع هذا التقدم الكبير في حلب لصالحهم في جبهات أخرى. ومن هنا جاءت التصريحات الإيرانية لنائب قائد الحرس الثوري الإيراني بأن بأن هذا هو وعد الله، هكذا هو قال، لأن ذلك هو وعد الله للمؤمنين للمسلمين، وبأن حلب هي فاتحة الفتوحات الإسلامية، وبأن الفتوحات الأخرى سوف تكون في البحرين وفي اليمن. هذا من قبيل دغدغت مشاعر الناس في اليمن وفي البحرين وفي إيران ذاتها، ومن أجل تحفيز الآخرين للانضمام إلى معسكر هذه الفتوحات الإسلامية بين قوسين. طيب دكتور، حدثنا عن الآن يعني انطلاقا من اليمن وبالتطرق لما يجري في حلب وفي سوريا بشكل عام، المعركة العربية الآن مع المشروع الإيراني، ما هي أبعادها؟ ما هي مظاهرها السياسية والعسكرية في هذه اللحظة؟ طبعا الأبعاد واضحة، يعني معركة الآن إذا أردنا أن ندافع عن حمص أو عن حماة أو عن المدن السورية الأخرى، نحن في اليمن علينا أن ندافع عن فايز، لأن طبيعة المعركة واحدة. الذي يريد أن يدافع عن سوريا في اليمن يدافع عن فايز، يدافع عن البيضاء، يدافع أيضا من أجل استعارة صنعاء. طبيعة المعركة واحدة، لأن الذي يقاتلنا شخصية واحدة تعددت في أماكن أخرى، لكنها من ذات النتاج الفكري وذات النتاج العسكري والتفكير وذات الشعار حتى وذات اللون. فأنا أعتقد أن هذه المعركة المفتوحة من دمشق إلى صنعاء ومن بغداد إلى فايز كلها يعني فيما يبدو أنها تظهر بمظهر المعسكر الآخر الذي يقاتل تحت لواء واحد وإيديولوجيا واحدة، بينما المعسكر الذي يقاتل للدفاع عن أرضه عن وجوده عن مكوناته للأسف الشديد هو متشرذم وليست هناك قيادة موحدة، ولا يوجد أيضا حتى هدف استراتيجي موحد. الشعوب الآن هي التي تقود، هي التي الشعوب كأفراد هي التي تخوض هذه المعارك، لا يوجد نظام عربي واحد يتصدى المشروع الإيراني. اليوم المقاومون في حلب وفي فايز وفي أمس وفي دمار وفي البيضاء هم الذين يتصدون لهذا المشروع، وليس على مستوى الأمر للأسف الشديد دخول حلب هو بمثابة درجة من درجات الانهيار الذي يتعرض له النظام الرسمي العربي الذي قام دولة وطنية عربية انهارت كذلك بعد أن كانت الآمال كبار معلقة عليها بعد الثورات العربية التي كانت في منتصف القرن الماضي. اليوم يبدو أننا أمام ركام أو رماد عصر جديد، هذا العصر يتشكل ويتخلق، بدأ في 2011 ولا زال مستمر. لا أعتقد أن شعوبنا سوف تغلب، وإن كانت الجولة للدول العميقة للمشروع الإيراني للمشروع الأمريكي للمشروع الروسي، لكن في الأخير نحن أهل الأرض، ولا أتصور أبدا أن أهل الأرض يمكن أن يغلبوا. طيب دكتور، يعني لوحظ أن هناك احتفاء كبير من قبل عناصر ويعني من يؤيد مشروع تحالف الانقلاب بداخل اليمن بما يجري في حلب على وجه الخصوص. برأيك هل سيؤثر هذا بشكل يعني من الناحية المعنوية على معنويات تحالف الانقلاب بداخل اليمن؟ هل سيؤثر على طبيعة المعارك في اليمن؟ هل يعني يعطي نوع من الزخم أكثر للملف اليمني تجاه نوع من الحسم بالنسبة
طرف الشرعية أو تجاه نوع من الإغال في استهداف المدنيين من قبل اتجاه أو تحالف الانقلاب؟ أنا أعتقد أن الطرحة المبالغ فيها من قبل الحوثيين بما حدث في حلب هي تعكس الهزيمة النفسية والعسكرية التي يتعرضون لها في اليمن، لأنهم خلال الشهور الماضية لم يستطيعوا أن يفرحوا بشيء حققوه على الأرض، وبالتالي يريدون أن يفرحوا بشيء خارج الحدود وراء الحدود في حلب بتقدم غيرهم الذي ينتمي لذات المظلة الأيديولوجية. لكن أنا لا أخذ من خلال تصريحاتهم المبتهجة بما حصل في حلب على أساس أنها رفع أو أنها روح معنوية مرتفعة، على العكس هي فعلا أنهم لم يحققوا شيئا في الداخل فأرادوا أن يفرحوا بما أنجزه غيرهم في الخارج، وأقصد بغيرهم الروس وليس الإيرانيين الذين يبتهجون لهم خلال كالحوثيين لتحقيق قطع ثمرة سياسية بأفعال طائرات بوتين في حلب. الحوثيون لم يستفيدوا ما حصل في حلب، ولا أعتقد أن المرحلة التي وصلوا إليها أنهم يمكن أن يتقدموا مرة أخرى. التحالف اليوم بينهم وبين علي عبد الصالح متضعضع، علي عبد الصالح أمس يزور بعض الدوائر الحكومية من أجل رأب خلاف على خلفية إنزال مناهج تعليمية طائفية أرادها الوزير الحوثي يحيى الحوثي، والخلاف أيضا على مستوى خلاف الحرس الجمهوري بينهم وبين خيارات حوثية، الخلاف أيضا على ألوية في الحرس الجمهوري يريد عبد الملك أن يأخذها من نصيب أخيه عبد الخالق الحوثي، بينما يريد علي عبد الصالح أن يستفيد منها وأن تظل تحت مظلته. لا أتصور إلا أن مسألة بالنسبة له مسألة وقت، ولن يؤثر ما حصل في حلب على روحه المعنوية لأن ترتفع مرة أخرى. أشكرك المحلل السياسي دكتور محمد جميح، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. بسؤال أخير أستاذ رشدي وبأقل من دقيقة، برأيك ما الذي سيحدث الآن؟ ما هي طبيعة تأثير ما يجري في حلب وفي كل المناطق العربية على الناحية المعنوية للإنسان سواء في اليمن سواء في سوريا، الإنسان العربي الذي قام بثورات الربيع العربي في نهاية المطاف؟ الذي سيحدث الآن هي رسالة واضحة للسوريين أولا ولإخوانهم العرب في الدول الأخرى أنهم يعيدوا حساباتهم، سيعيدوا حساباتهم وسيوحدوا صفوفهم وسيفتحوا آفاقهم كيف بخطط جديدة وباستعدادات جديدة، كيف أن يستطيعوا أن يواجهوا هذا المشروع بشكل جيد وبشكل أفضل ضمن مخطط واضح وضمن رؤية. وبإذن الله نتأمل هذا، وأنا أناشد الجميع أن يقدم ما يستطيع، كل شخص في مكانه يقدم ما يستطيع ويبذل أي جهد، لأن أي جهد يبذلوه في هذا الوقت هو يقدم شيء، لا نستهين بأي جهد يقدم. إذن أشكرك رئيس قسم الإعلام في اتحاد منظمات المجتمع المدني السيد المدني السيد السوري سيد رشدي مفتي، كنت معنا عبر الهاتف في الاستوديو هنا. شكرا جزيلا. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات طاقم العمل، إلى اللقاء.